قال بالشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قال ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غسيتني ذلة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاود بالرعب والظلمة وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلما يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثت الله فكنت من أول الناس إسلاما. فكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بعدل شرفه عند مولاه وأنعين عنايته في كل حين درعا وأنه الهدي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. لا يقول طشان ولا عبد المختم على المعنى الجزر إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. مع سرة أحلاقه الهيبة القوية التي تتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز رد على مجدها أخذت على نجم سهام عنانه. بسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وكرع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فرسل مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل ختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل صلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك.